قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والنفي هنا إنما هو نفي لهداية التوفيق والإلهام، وهذه هي إحدى نوعي الهداية، ومن ثم فلا يحصل تعارض للنصوص الأخرى مع هذه الآية. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه الهداية التي أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التبيين والإرشاد. وهداية التبيين والإرشاد تكون للبشر من الأنبياء والدعاة إلى الله عز وجل، وأما هداية التوفيق والإلهام فهي من الله عز وجل، وكذلك تكون هداية البيان والإرشاد من الله عز وجل. قال تعالى: وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلو كانت هذه الهداية في الآية هداية توفيق وإلهام لما جاء بعدها إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: وهديناه النجدين، على أحد الأقوال طريق الخير وطريق الشر. والناظر في هذه الآية يجد أن الأمر كله بيد الله عز وجل. قال تعالى: إليه يرجع الأمر كله. وقال تعالى: والأمر يومئذ لله. فالأمر بيد الله عز وجل لا بيد الخلق، مهما أعطوا من وسائل البيان والإيضاح. ولذا هو عليه الصلاة والسلام أفصح الناس لسانا وأبينهم إرشادا. أوتي من خصائصه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فهو من أفصح، بل هو أفصح الخلق كلهم. ومع فصاحته وبلاغته وبيانه صلوات ربي وسلامه عليه، إلا أنه لم يستطع أن يوصل الهداية إلى قلب عمه أبي طالب، فيكون غيره من باب أولى.